جدا. النظام الكويتي يمنع شيعة الكويت من رفع الرايات الحسينية ويؤكد ويهدم المواكب الحسينية. يبدو أن الظالم أن الظلام الكويتيين يلعب بالنار وما شابه. المهم مثل ما شاهدتوا بالفيديو هذا اللي صار بالكويت، تم هدم المواكب، الناس جاي تتجهز حاليا للمواكب. ومعروفة بالكويت من زمان أن الدولة كانت تسمح بزمن رئيس الكويت أو أمير البلاد السابق، ولكن الآن أكو شغلات جديدة صارت مثل هذا الفيديو. قاموا يفلشون هذه المواكب، وما ترفع راية وما ترفع علم وما ترفع ما أعرف شنو. لذلك إحنا يعني نقول لازم الحق، هو كمواطن إلى حق، هاي عقيدته، هذا مذهبه، هو إلى حق وأكو موجود بالدستور، فإحنا ليش نسوي بهم هيك؟ ما أعرف.